What's your favorite sport يا سمير؟ يعني ما هي هواياتك المفضلة يا سمير؟ قام قايل له هنا my favorite sport is football، كرة القدم. هسأله عن السبب why، لماذا؟ because I like playing football، عشان بحب ألعب كرة قدم. هسأله بعد كده عن، بيقول لك محمد صلاح is my favorite footballer، محمد صلاح هو اللاعب المفضل عندي. طبعا محمد صلاح ده عاقل، محمد صلاح ده عاقل، يبقى هو is، هو طبعا العاقل، your favorite فوتبولر، مين هو اللاعب المفضل عندك؟ قلنا مو صلاح، دو، واحنا عارفين ان دو ده بسأل بهل، يبقى الاجابة بيس او نو. دو يو واتش هيز ماتشز، هل انت بتتفرج على ماتشاته؟ شيء طبيعي، طالما هو مفضل عندي يبقى اي سايدو. ايوه. واي ار يو براود اوف هيم، انت ليه فخور بيه؟ بيكوز، بسبب، او لاي سبب شخصي فيه او من حيث أدائه. he is skillful، skillful يعني ذات مهارة عالية، and kind، يبقى أنا كده جبت حاجة في شخصيته، kind يعني طيب، و skillful يعني مهارته عالية. دي أول محادثة معنا النهاردة. can I help you، مين اللي بيقول ده؟ موظف الشباك. yes، نقول له ايه هنا بقى؟ انا عايز اشتري تذكره. عرفت ان هو عايز يشتري تذكره لانه قال لك ذهاب ولا ذهاب وعوده؟ يبقى هنا I would like، انا احب، to buy، اني اشتري، ايه؟ a ticket، ticket يعني ايه؟ تذكره. هنجيبها من تحت، كلمه ticket اهي موجوده تحت. هل عايزها سنجل ولا ريتيرن؟ براحتك. بس هو هنا قال لك تمام حضرتك خد السنجل، يبقى هنا هتقول له هنختار الاجابه الاولى، سنجل تيكت يعني تذكره ذهاب. ناخد بالنا من الكلام ده، سنجل تيكت يعني تذكره ذهاب، سنجل تيكت. راح سال سؤال، قال له انا بسافر لاسوان، يبقى وي، طبعا اسوان دي مكان، يبقى وير ار يو ترافلنج، وير ار يو ترافلنج تو، انت مسافر على فين؟ قال لك القطر بيوصل الساعة كام؟ 3، تمام، فاين، حسنا. هنا سأل، هنا جاب له 200 جنيه السعر، يبقى على طول هاو ماتش من وانا مغمض، هاو كم سعر التذكرة؟ هاو ماتش از ذا ايه؟ ذا تيكت، كم سعر التذكرة؟ انهي رصيف؟ بلاتفورم يعني رصيف، حضرتك هتاخد القطر منه، اختار اي رقم رصيف من 1 ل 10 وليكن بلاتفورم 5 او نمبر 5. دي تاني محادثه معانا النهارده.